هو باش نعطيكم يعني المعلومه، الاتحاد الجزائري لكرة القدم دار طلب رسمي للكاف لابقاء اللاعب قندوسي داخل المجموعه حتى يعني يكمل المنافسه تاع الشان هي النصف النهائي وان شاء الله لما لا النهائي، باش بعد يذهب الى فريق الجديد الاهلي. هناك لجنه راهي ستجتمع نظن اليوم، ننتظر القرار النهائي. هو كان موافقة مبدئية من طرف أعضاء الكاف، ولكن احنا نفضل ننتظر القرار النهائي باش نشوف بلي اللاعب قندوسي إن شاء الله يبقى مع المجموعة ويشارك في النصف النهائي وإن شاء الله في النهائي. ومن المفروض اللاعب قندوسي إن شاء الله يبقى مع الفريق حتى نهاية الشهر.